مرحبا بحضراتكم مرة تانية. ربما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن اهتمام الدولة المصرية بتشجيع ودعم القطاع الخاص. اتكلمنا أيضا عن استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس الوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من كافة القطاعات الصناعية المختلفة. اتكلمنا أيضا عن تأكيد السيد الرئيس على اهتمام الدولة المصرية بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل التي تواجه رجال الأعمال المصريين الوطنيين بشكل حاسم. خلينا نتكلم عن ملف الصناعة، عن دعم وتشجيع الدولة المصرية لرجال الصناعة. ضيفنا النهاردة الأستاذ ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. ربما كان في عدد كبير من الرسائل السياسية اللي أراد السيد الرئيس امبارح أن يرسلها للمصريين ولرجال الصناعة. أهم هذه الرسائل في دور المؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد بعد أيام. والله في الحقيقة الفترة اللي فاتت كان في نشاط كتير جدا للسيد رئيس الجمهورية بالنسبة للملف ده بالذات، منها المؤتمر الاقتصادي اللي هيبدأ إن شاء الله يوم 23، وكانت أهم الحاجات اللي بدأ فيها امبارح الاجتماع اللي حصل مع المستثمرين ورجال الصناعة وكبار رجال الصناعة. أيوة. في الحقيقة دي من الأدوار المهمة اللي السيد رئيس الجمهورية بيقوم بيها في كل الملفات اللي بيهتم بيها، منها ملف الصناعة. ملف الصناعة مهم جدا بالنسبة لمصر في المرحلة دي وفي المراحل اللي فاتت وإن شاء الله في المستقبل بإذن الله. أيوة. احنا طبعا كان في توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بزيادة التصدير في الفترة الجاية إن شاء الله، ده كان قبل منها في بعض التسهيلات اللي اتعملت للمستثمرين بالنسبة للمناطق الاستثمارية وبالنسبة للمناطق الصناعية اللي انشأت على مستوى الجمهورية. بالنسبة للملف بتاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات اهتم بيه جدا عن طريق المبادرة اللي كانت معمولة ب 200 مليار جنيه بفائدة 5%، عن طريق إقامة مجمعات صناعية متخصصة كان حق الجمهورية خصوصا في منطقة الصعيد. بالنسبة للمعرض اللي كان لسه معمول لسه بتاع تراثنا ده خاص بالصناعات الصغيرة المتوسطة والاهتمام بالتسويق. بالنسبة للتسهيلات اللي حصلت في حضرتك بتستعرض طرق ل يعني مساعدة الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أيوة فندم. يعني هي دي برضو الدور المهم بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية، المتابعة باستمرار عن طريق اجتماعات، عن طريق التوجيهات، عن طريق القوانين اللي بتطلع برضو من مجلس الشعب الفترة اللي فاتت دي، كلها تسهيلات بتمهد الانطلاق إن شاء الله في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. طيب برأيك يعني الصعوبات أو الطلبات اللي عند المستثمرين علشان يتم حلها ومناقشتها وحلول تنفيذية ليها خلال هذا المؤتمر الاقتصادي؟ ان شاء الله هي اهم نقطه هي توفير مستلزمات الانتاج. طبعا مفيش صناعه، مفيش بلد في الدنيا ما بتستوردش، يعني لازم تستورد وبتصدر المواد الخام على الاقل. بس هي الفكره في حجم المستورد او حجم الضغط على الدولار او العمله الصعبه مع كمان مشكله سلاسل الانتاج. طبعا الفتره اللي فاتت دي كان في ازمه كورونا وفي ازمه الروسيه الاوكرانيه. في الحقيقه يعني هو على مستوى العالم كله الدولار او العمله الصعبه بتزيد، سعرها بيزيد عشان الضغط عليها الفتره اللي فاتت دي كلها. عشان نواجه الموضوع ده لازم نزود التصدير بتاعنا، نزود الانتاج الصناعي. عندنا القطاع ده قطاع المستثمرين بالذات في اكتر من كذا قطاع، القطاع الخدمي، القطاع التجاري، قطاع الاستثمار، القطاع الصناعي. اهم قطاع فيهم اللي هو ممكن ان هو يضخ عندنا العمله صعبه بكميات كبيره هو القطاع الصناعي. لو احنا نميناه وقدرنا ان احنا نتابع النشاطات بتاعته ونتابع المشاكل اللي عنده وحليناها، هيبقى عندنا في قفزه كبيره جدا ومفيش هيبقى عندنا مشكله بالنسبه في النقد الاجنبي. ان شاء الله. صحيح. طيب يعني هل عندنا برنامج وطني حقيقي لخدمه الصناعه بعينها؟ يعني انا بعرف ان في دول بتهتم مثلا بصناعه السيارات فبتبقى الدوله كلها مجهزه لخدمة هذا الأمر، بيبقى في مصانع للكاوتش، في مصانع لكابلات الكهرباء بتاعة العربية، في مصانع للسروجي اللي بيعمل البتاع جوه، في دول زي ماليزيا، تجربة ماليزيا التصنيع الزراعي، هم عندهم حاجات زراعية فبيعملوا عليها تصنيع زراعي، في دول تانية بتشتغل على تصنيع حاجات ليها علاقة مثلا بالحاويات أو البحر لو هي دول شاطئية. إحنا بنعمل إيه؟ أصل كلمة الصناعة يا فندم كلمة مطاطة وكبيرة واسعة، هل الدولة عندها برنامج لخدمة صناعة بعينها ربما
هتأثر فعلا على المدى الطويل؟ معلش السؤال طويل شوية بس هو يعني لا هو في الحقيقة دي نقطة مهمة جدا. يعني دول كتيرة جدا زي بدايات أوروبا وبدايات أمريكا في الصناعات الصغيرة المتوسطة والصناعات بصفة عامة، لأن الصناعة الصغيرة المتوسطة بتمثل في مصر هنا 96% من الصناعات القائمة في مصر أو المشروعات القائمة في مصر. بالنسبة للعالم هي بتمثل 80% من الصناعات الموجودة أو المشروعات الموجودة على مستوى العالم بتصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة. في الفترة اللي فاتت دي اهتمت الدولة أو اهتمت السيد رئيس الجمهورية بالصناعات دي، وخصوصا في منطقة الصعيد وفي خطة الدولة اللي هي 2030 تم بها وزارة التخطيط، وأهم نقطة فيها هي الصناعات كثيفة العمالة. يعني هنتكلم في صناعات في خريطة استثمارية موجودة، وزارة الصناعة منزلة خريطة استثمارية فيها أهم المناطق اللي فيها مواد خام بأسعار كويسة، ممكن توفر النقل، ممكن توفر عشان تدي لك في الآخر خالص جودة ودي لك سعر منافس بالنسبة للأسواق العالمية. العالم دلوقتي بقى قرية صغيرة، ما فيش يعني بالنسبة للدول كلها دلوقتي الصناعات دي يعني في منافسة كبيرة جدا بالنسبة لمصر في المنطقة، عندنا في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم كله. في الخريطة الاستثمارية دي حضرتك ممكن ان انت تبص عليها وتتابع من مع وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، هتلاقي مثلا منطقة الأقصر وأسوان والمناطق دي كلها بنهتم بيها بالصناعات اللي هي التعدين والصناعات الرخام والمعادن والحاجات دي كلها. في القيمة المضافة كمان مهمة جدا، ان كنت بالاول بتصدر المواد الخام بتاعتك السيليكون وبتصدر الرخام والحاجات دي كلها مادة خام، دلوقتي اتمنعت دلوقتي كلها وبدأت تتصنع هنا في مصر. ده هتدي لك قيمة مضافة كبيرة جدا. يعني انت بتكلم فيه لو اتكلمنا على الحديد مثلا بصفه خاصه، مثلا اللي هو الاساس بتاع الصناعه دايما الحديد، اتكلم على طن الحديد مثلا في حدود ال 20,000 جنيه، لو انت عملت منه صناعه معينه بيوصل لحوالي 100,000 جنيه، لو اتطورت الصناعه اكبر كل ما تدخل تكنولوجيا اكتر كل ما بيبدا القيمه المضافه بتاعتك بتوصل حتى ل 100,000 جنيه للطن. يعني انت بتوصل من 20,000 جنيه ل 100,000 جنيه بالنسبه للطن لو انت عملت صناعات معينه فيه. بالنسبه لصناعه السيليكون اللي هي اللي عندنا مشهوره في مصر في سيناء وفي بعض المناطق الموجوده في مصر، عندنا كل الحاجات دي اهتمت بها الدوله. بالنسبه لصناعه البتروكيماويات كنت انت بتصدر الاول الغاز وبتصدر المنتجات البتروكيماويه بتاعتك مواد خام، النهارده انت عندك مجمعات موجوده في اسكندريه ومجمعات موجوده في برج العرب، موجوده مجمعات ضخمه بتصدر منتج نهائي، فانت القيمه المضافه. المواد الغذائيه انت كنت بتصدر مواد غذائيه تعتبر مواد خام، مش يعني ما فيش قيمة مضافة ممكن تضيفها عليها. كل دي صناعات انت بتركز على القطاع الزراعي والصناعات التابعة ليه، تركز على القطاع الصناعي والصناعات التابعة ليه اللي هي القطاع الهندسي، بالذات القطاع الهندسي مهم جدا. انت كنت الاول بتستورد كل الاجهزه المنزليه بتاعتك شخصية. انا عايز اتكلم بس عن ان التضافر جود لخدمه مجال معين. انا فاهم طبعا ان في خريطه استثماريه وفاهم ان في خدمه لكل القطاعات يعني متخيل، بس انا كان سؤالي محدد على يعني ما عندناش يعني لا في عندنا في تركيز عندنا على 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 بعض القطاعات المهمه. عندنا بعض القطاعات زي قطاع البتروكيماويات دي، ده قطاع كبير جدا حتى تبان عندنا في الاحصائيات اللي بتجينا من البنك المركزي ومن جهاز تنظيم الاداره على زياده الصادرات بتاعته. يعني احنا بنتكلم مثلا على القطاع البتروكيماويات كانت الفتره اللي فاتت دي كلها داخل المنظومه بتاع الدوله انه قطاع متوسط بيصنف على انه متوسط. النهارده هو اغلب المنشات الموجوده في قطاع البتروكيماويات النهارده دخلت في المشروعات الكبرى. بتكلم على صناعه الاجهزه الالكترونيه وعلى الاجهزه الكهربائيه التجميع، ده برضو قطاع مهم جدا وبيستهلك كميات كبيره جدا من العماله، برضو القطاع ده اتطور الفتره اللي فاتت. فاحنا بنركز على القطاعات الهندسيه وقطاعات البتروكيماويات والقطاع الزراعي. القطاع الزراعي مهم جدا، انت عندك الصادرات بانت الفتره اللي فاتت برضو الصادرات بتاعت القطاع الزراعي نامت بطريقه كبيره جدا ووفرت على البلد عمله اجنبيه داخله من بره، ووفرت كمان عماله كبيره جدا بالنسبه للمصانع اللي موجوده توفر لها عماله كتيره،
وخفف الضغط على الدولار وعلى وعلى البطاله اللي كانت موجوده في البلد الفتره اللي فاتت. طيب حضرتك شايف ان هذه القطاعات هي القطاعات الاولى يعني في قطره التنميه الاقتصاديه؟ طبعا هو طبعا مهمه جدا ان احنا نركز عليها، بس في قطاع مهم جدا برضو دخل في الفتره اللي فاتت، قطاع التكنولوجيا. لان اغلب هنتكلم على مصر كلها، نسبه الشباب فيها نسبه عاليه تعدي 50 أو 60% بالنسبه للقوى العامله اللي موجوده في السوق. القطاع ده مهم جدا، اغلب الناس اللي احنا شايفينهم الشباب اللي هو ده كله بالنسبه للتكنولوجيا هو قوي في التكنولوجيا. وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عملت 4 مجمعات موجودين في على منتشرين على مستوى الجمهوريه، واحد في برج العرب، واحد في السادات، واحد في بني سويف، واحد في اسيوط. فيهم اتعمل فيهم مجمع بتاع تجميع الموبايل. النهارده المجمع ده بيخدم منطقه، هو موجود في اسيوط. المجمع ده بدات اغلب الشركات اللي كانت بتستورد الموبايل والملحقات بتاعته بتيجي من بره كلها بقت تتصنع هنا في مصر، ودخلت معاها برضو الجامعات اللي هي موجوده، الجامعات الاقليميه، جامعه اسيوط زي جامعه اسيوط، بدات تهتم بالخريجين بتوعها ان هم يدوهم دورات ويدوهم ويبقى في اقسام متخصصه في الصناعه دي. طب يعني ايه هي خطه الدوله تحديدا في قصه تقليل الاستيراد من الخارج وتزويد حجم الصادرات؟ هل احنا عندنا خطه معينه الدوله المصريه حطها عشان نلعب على الحتتين دول؟ طبعا في الخطه بتاعت الدوله اللي هي 2030 دي موجود فيها وواضح جدا فيها النقطتين دولت. بتشتغل على ايه بقى؟ هي بتشتغل في بالنسبه للصناعات، بالنسبه للصناعات كثيفه العماله. يعني احنا بنتكلم على صناعات كثيفه العماله على مستوى الجمهوريه كلها وخصوصا في منطقه الصعيد. يعني انت عندك في هجره من الصعيد، كانت الفتره اللي فاتت كانت يعني نسبه كبيره جدا من الصعيد الى وجه بحري. النهارده بالعكس، النهارده اغلب المجمعات الصناعيه اللي موجوده في الصعيد بتخدم اهل الصعيد وبتصدر الزياده بتاعتها، فبالتالي كل الموضوع ده خف شويه. زائد ان انك تخفف الاجهزه او الحاجات اللي انت بتجيبها من بره، ده بتخفف الضغط على الدولار وبتخفف الضغط على وبتزود العماله اللي موجوده عندك في البلد. طيب الحوافز اللي المستثمرين منتظرينها لمساله تيسير الاستثمار ومساله كمان يعني المجمعات الصناعيه الجديده، هل هناك حوافز ما المستثمرين بيطالبوا بيها محتاجينها؟ لا، هي في الحقيقه هي النقطه اللي اتعملت، يعني في حاجه جديده اللي هي القانون بتاع المشروعات الصغيره المتوسطه. ما احنا قلنا برضو ان المشروعات الصغيره المتوسطه بتمثل في مصر حاجه 96% بالظبط حسب احصاءات وزاره الصناعه والتجاره الاخيره. معظم الدول الاقتصاديه الكبيره نهضت بالمشروعات الصغيره المتوسطه. طبعا بس هي في نقطه، هي بالنسبه انا من وجهه نظري بالنسبه للموضوع ده، هي اغلب الدول قامت على الصناعات اللي هي متناهيه الصغر والصغيره بالذات. يعني الورش دي احنا بنتكلم على لما نقول مصنع، اي واحد في مصر بيفكر مصنع ده مساحات كبيره ضخمه 10,000 متر 20 متر محتاج لا، هي ممكن بتبدا بالورش. يعني دول كتيره بدات النهضه بتاعتها بالورش. عندنا نموذج موجود في مصر اللي هو في دمياط. دمياط دي ده نموذج نموذج جيد جدا بالنسبه، بدات قبل الدول كتيره ولغايه دلوقتي ناجحه. هتلاقي في محافظه دمياط نسبه البطاله قليله جدا، مفيش، بالعكس نسبه التعليم كمان مهمه جدا عندهم، نسبه التعليم برضو الفني مش التعليم اللي هو العالي اللي هو اي تعليم بكالوريوس هندسه، لا عندهم نسبه التعليم الفني كويس. النموذج ده في مصر لو احنا قدرنا ان احنا نعمل فوكس عليه ونركز عليه وننشره في بقيه المحافظات، على ما اعتقد ان احنا هنشوف نهضه كبيره جدا في الفتره الجايه. بالنسبه لاكثر المشاكل اللي موجوده بيعاني منها حاليا دلوقتي هو مستلزمات الانتاج اللي هي بتيجي من بره بسبب نقص الدولار او الشح بتاع الدولار الفتره اللي فاتت نظرا للظروف اللي موجوده حوالين العالم. في توجيهات من السيد رئيس الجمهوريه بالتسهيل كل الاجراءات للمستثمرين او للمستوردين بتاع القطاع الصناعي وخصوصا في القطاع الصناعي. بالنسبه برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه للتسويق، تفعيل دور السفارات بتاعه مصر في الخارج عشان تبدا ان هي تدي صوره كويسه جدا للمنتج المصري
بالنسبه لنقطه الضرائب برضو مهمه جدا. بالنسبه لقطاع المشروعات الصغيره المتوسطه اهتمت الدوله بالموضوع ده، وفي قانون جديد سهل موضوع الضرائب، ما بقاش في موضوع التقدير الجزافي بالنسبه للضرائب الفتره اللي فاتت او الفتره الجايه ان شاء الله، لان هيبدا تطبيق القانون من اول تقديم الاقرار الضريبي بتاع السنه دي. دولت اهم حاجات كان يعني القطاع الصناعي بيعاني منهم، وان شاء الله الفتره الجايه يتحسن فيهم باذن الله. لو انا مستثمر اجنبي جاي مصر، اعتبرني خليجي اوروبي وداخل على السوق المصري، ايه القطاعات اللي يعني لو حضرتك عايز تنصحني الاكثر ربحا، القطاعات اللي تقدر تقول عليها الحصان الرابح في الصناعه المصريه، تنصحني ازاي؟ تقول لي اعمل ايه؟ استثمر في ايه؟ وهجيب العوائد بتاعتي ازاي؟ لان في ظل تغير الدولار، وفي ظل عدم استقرار الاسواق العالميه، وفي ظل توتر سلاسل الامداد، هناك قلق من يعني جذب رؤوس الاموال الخارجيه الى الداخل المصري. والله في قطاعات مهمه جدا. هو قطاع اول حاجه قطاع البتروكيماويات، احنا شفنا استثمارات كتيره جدا انضخت من بالذات الخليج العربي الفتره اللي فاتت في قطاع الاسمده وقطاع البتروكيماويات. ده القطاع الاولاني اللي انا ممكن انصح الاكثر ربحا والاكثر ضمانا، الاكثر ربحا والاكثر ضمانا، يعتبر المواد الخام بتاعته موجوده عندنا في مصر هنا. صحيح. القطاع اللي بعد منه هو قطاع الحاجات الاجهزه الاستهلاكيه والاجهزه الالكترونيه وبالذات الاجهزه الكهربائيه زي غساله ثلاجه بتاع. هنلاقي برضو هنا زي ما حصل في طفره في السيارات الفتره اللي فاتت ان الاسعار بتاعتها زادت جدا، نفس اللي موجود دلوقتي حاليا بالنسبه للاجهزه الكهربائيه، بدا في شح كتير بالنسبه للسوق المصري. واي حد تيجي لو انت حضرتك حبيت تشتري اجهزه بكميات كبيره من اي شركه تواصل معاها دلوقتي يقول لك لا انا عندي اولويه دلوقتي للتصدير، يعني الاول اكفي الصدر. ده قطاع مهم جدا ممكن ان احنا نشتغل عليه وننجح فيه. ثالث قطاع برضه هو نفس قطاع برضه الاجهزه الكهربائيه، بس الاجهزه الالكترونيه زي الموبايلات والاجهزه دي كلها، احنا لقينا في اللي بيسموه الهاي تك. ده القطاع ده في اقبال كبير جدا من المستثمرين حاليا بيتواصلوا معانا عشان يشوفوا امكانيات ان هم ينقلوا المصانع بتاعتهم من دول حوالينا او من دول خارجيه لمصر هنا. اولا رخص القوال، اولا الايدي العامله رخيصه، الاماكن بتاعه الصناعات دي موجوده، كمان في اهتمام الدوله بالصناعات التكنولوجيه عن طريق الاكاديميات والكليات اللي هي اللي ظهرت الجديده دي كلها، برضه ادى دفعه كبيره جدا او هيدي دفعه كبيره جدا للقطاع ده. في قطاع تاني اللي هي الصناعات اليدويه، ده قطاع مهم جدا. بعض الدول كانت سبقانا فيه زي الصين وزي كوريا وزي الحاجات، دلوقتي كل الدول دي كلها بتبص لصناعات اكبر، التكنولوجيا بتاعتها اعلى لان مستوى الدخل بتاعها ارتفع. القطاع ده مهم جدا ان احنا لو اهتمنا بيه هيرجع تاني مصر لكميات تصدير كبيره جدا، وهتستغل الامكانيات اللي موجوده في الريف وفي القرى وفي المراكز وفي عدد السكان الكبير وفي كمان الثقافة بتاعتنا، يعني احنا عندنا المنتجات اليدوية بتاعتنا والحفاظ على الهوية المصرية. صحيح. والحفاظ على الهوية المصرية والتراث المصري طبعا يتحدث عن ده. وانه ننقل المهنة من شيوخ المهنة للصغار المتدربين يعني. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا يا فندم.